مشاهدينا الكرام، الأخوات والإخوة، أسعد الله مساءكم. في هذا الأربعاء ها هو عين على المشرق من جديد، يأخذنا معكم في رحلة داخل الوطن بعين على الوطن، نتطلع فيها إلى ما حققه الأردن، وننظر أيضا إلى ما نواجهه. الحديث في هذه الأيام أيها الأحبة، الحديث في كل أنحاء الدنيا ما زال ينصب على جائحة كورونا. كورونا هذا الوباء الذي وضع البشرية أمام اختبار. هناك كثيرون واجهوا ولم ينجحوا. في الأردن رأينا كيف أن هذا الوباء قد أثر فينا، وها نحن نتطلع إلى الأشهر الماضية منذ آذار 2020، 18 شهرا ونحن في مواجهة وباء كورونا. كانت اختبارا وامتحانا، فقدنا أكثر من 10,000، نحبهم، نترحم على أرواحهم. نتوقف اليوم لنتعلم عن الوباء، لنتعلم عن مواجهة الجائحة، ولنتحدث بعين فاحصة وعين خبيرة في عين على المشرق. وخير عين نستضيفها لكي ننظر معها ومن خلالها إلى هذا الموضوع هو ضيفي معالي الأستاذ، أقول العلامة، الدكتور عزمي محافظة، هذا الأردني الصميم الذي لبى دعوتنا. فمرحبا بكم معاليك، شرفتني يا سيدي. وسهلا، بتشرف. أنا شرفتني يا سيدي، الشرف لي أكيد، شرفتني يا سيدي، وأسعد على الله يخليك. معالي عزمي بيك محافظة، أردني تنقل من كفر جائز، هذه البلدة الجميلة في أطراف هذا الوطن في الشمال، منها توجه إلى إربد، ومن إربد كانت دمشق محطته الأولى، ومن هناك يتوجه إلى بيروت، وفي كل محطة من هذه المحطات كان يحقق إنجازاً أكاديمياً، وتأخذه مسيرة التحصيل العلمي إلى ييل، ومن هناك يأتي معاليه وقد تحصن ضد الفيروس، ولكن تحصن بعلمه وتعمقه. معاليه وزير، وهو أستاذ، وهو عالم وأكاديمي مدرس، وهو طبيب. إيش أحلى واحد منهم هذول يا معاليك؟ أستاذ أحسن. أستاذ أحسن. يعني كنا نتحدث إحنا وقلت لنا أنه أنت يعني هذه بروفيشن، هذه المهنة، مهنتي حرفة، وهي حرفة الأستاذ المعلم، هي حرفة الأنبياء والرسل. كيف شايف وضعنا بالكورونا سيدي؟ لا بأس، وضعنا منيح حاليا. نحن الوضع الوبائي مستقر منذ أكثر من يعني منذ حوالي 20 أسبوع، من منتصف أيار انتهت الموجة الثانية التي كانت موجة كبيرة جدا، يعني موجة أصابت يعني مئات الآلاف، وربما بالحقيقة مئات الآلاف سجلت، ولكن الإصابات غالبا بالملايين، لأنه حاليا كما هو معروف وكما أعلنت وزارة الصحة الأردنية نتائج الدراسة التي أجريت مع منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة الأردنيين الذين لديهم أجسام مضادة من غير المطعمين 63%، من غير المطعمين، غير المطعمين. فإذا أضفنا المطعمين نسبة تصبح النسبة الإجمالية للأردنيين اللي عندهم أجسام مضادة سواء من الإصابة أو المطعوم حوالي 74%، يعني بنحكي عن 7.5 مليون أو أكثر
هذا في بداية شهر 8، العينات جمعت خلال شهر 7. نعم. والنتائج أعلنت في بداية 8. فالفيروس انتشر انتشارا كبيرا في الأردن، ربما حاليا هذا مفيد حاليا، لكن عندها نعم. كما أشرت أبونا نعم. يعني سبب الكثير من المعاناة لكثير من الناس، الأسر، نتيجة الإصابة الشديدة ونتيجة الوفيات. هناك أكثر من 10,000 وفاة حدثت لأناس يعني فقدوا أرواحهم في هذه الجائحة، ونترحم عليهم بالطبع. نعم. ولكن حاليا وضعنا ليس سيئا، وضعنا مستقر ربائيا. كانت هناك توقعات من أكثر من جهة، من أكثر من أخصائي بمختلف التخصصات الطبية، بأننا سنمر في موجة ثالثة، ولكن لم تحدث. أنا لم أكن أتوقعها، وقلت أنا لن نمر، لم تتوقعها معليك. لا، ولا قلت لن نمر في موجة ثالثة. السبب هو نسبة الإصابة والتطعيم التي كانت بحدود كما أشرت 75%. حاليا الإصابات ثابتة بشكل يعني قريب، الإصابات معدل بين 5,000 إلى 6,000، 5,000 إلى 6,000 حالة أسبوعيا، والوفيات أقل من 100، كلها أقل من 100، بين 50 و100 وفاة أسبوعيا، وهذا مستقر وثابت. ورغم أن هناك متغير جديد هو متحور دلتا سريع الانتشار، والذي يعني انتشاره أضعاف مضاعفة عن الفيروس الأصلي، حتى عن المتحور البريطاني اللي بنسميه ألفا، وهو يعني ينتشر في جو من عدم الالتزام أيضا، يعني الناس ليسوا ملتزمين بشكل كافي بالكمامة والتباعد الاجتماعي. هناك فعاليات تقام، هناك نعم. المدارس فتحت منذ شهر أو أكثر نعم. من شهر، ولم تحدث موجة. فأنا بعتقد أنه من هذا المنطلق حكمي على أن الوضع الوبائي جيد، من هذا المنطلق لم نمر في موجة ثالثة، وإن شاء الله أنه مع زيادة عدد المطعمين أن لن نمر في هذه الموجة إن شاء الله، يعني وننتقل إلى مرحلة ما بعد الوباء. نحن نعيش حياة شبه طبيعية، ترى نعم. الحياة في الأردن حاليا شبه طبيعية نعم. خاصة أنه نعم. معظم المرافق فتحت، والخطة نفذت كما نعم. قررتها الحكومة الأردنية، وأنا حاليا يعني الوضع جيد. وأنا أعتقد إذا لا سمح الله لم يحدث طارئ مثل متحور جديد مختلف أو أمر ليس في الحسبان، إذا لم يحدث ذلك فنحن إن شاء الله سنبدأ مرحلة ما بعد الوباء، يعني مرحلة بيسميها إنديميك، يعني استيطان الفيروس. يبقى موجود الفيروس، يصيب الناس بأعداد معقولة، بأعداد معينة نعم. ولكن العيش في ضمن ما يسمى جائحة قد يعني يصير بصبح بحاجة للنقاش. أقل من يعني هو من السهل أن تعلن وجود جائحة أو وجود وباء، لأنك نعم. قبل الوباء لا توجد حالات نعم. الوباء هو عبارة عن زيادة في عدد حالات مرض معين ضمن فترة زمنية قصيرة، فسهل اكتشاف الوباء وإعلانه، وهذا نعم. ما حصل نعم. لكن من الصعب إعلان انتهاء الوباء، إعلان انتهاء الجائحة نعم. كيف ستنتهي؟ لن تنتهي باستئصال الفيروس، هذا أكيد لن يحدث. لا لن يحدث، لن يحدث، لن يحدث. سيبقى الفيروس معنا، لأنه مثل سيبقى الكورونا معنا زي نعم. الفلو نعم. زي الإنفلونزا. هذا ما حدث في جوائح الإنفلونزا التي أصابت في القرن نعم. الماضي. عندنا 5 جوائح إنفلونزا، 1918 1957 68 1900، نعم. وهي الجائحة الخامسة الكورونا، 4 جوائح إنفلونزا نعم. صارت 2009 آخر جائحة H1N1 أو الإنفلونزا نعم. الخامسة نعم. نعم. كلها بقي الفيروس موجود وبقي منتشر. يعني الفيروس اللي كان موجود بال68 لا زال يسبب مرض موسمي اللي بسموه H3N2، والH1N1 نعم. اللي هو نسموه إنفلونزا الخنازير بال2009 هو نفسه قريبه H1N1 صار 1918 ولا زال موجود، وأيضا هناك إنفلونزا بي اللي أقل إحداثا للأوبئة. فإن الفيروس يعني استئصاله كما حدث مع الجدري هذا صعب جدا. الجدري حالة نادرة ولها أسباب، لها مبررات علمية أنه استئصل وليس بالمطعوم فقط نعم. يعني ليس المطعوم هو سبب الاستئصال لحاله، المطعوم مهم ولكن هناك أسباب أخرى. الكورونا هل هذا التحور كم حالة تحور بالكورونا صار؟ هل الكورونا من أول ما ظهرت الكورونا في كل لحظة تتحور،
عندما يصاب الإنسان تتحور بشكل مستمر. هذه صفات الفيروسات الRNA فيروسات وحتى الDNA نعم. بس أقل. بعض الفيروسات ليس لديها آلية لإصلاح التحور، لكن الكورونا لديها آلية إنها إذا كان التحور خطير قد تنهي، يعني خطير عليها خطير نعم. للفيروس. لكن هناك تحورات حدثت وربما أدت إلى انتهاء بعض الأشكال من الفيروس. نعم. المتحورات التي تستطيع أن تؤصل لنفسها في المجتمع هي التي تبقى. نعم. تقسم المتحورات إلى ثلاثة أنواع: نوع مثير للانتباه، مثير لل بسموه of interest، variants variant of interest. نعم. مثير للانتباه، وبعضه مثير للقلق of concern، وبعضه ذو عواقب وخيمة. لا يوجد ولا متحور له عواقب وخيمة حتى الآن يصنف. حتى الآن. نعم. لا يوجد. ما وجد هو كثير من المتحورات المثير للانتباه، لكن المقلقة أربعة: الألفا والبيتا والجاما والدلتا. حتى الآن هم أربعة فقط. أيوة. إذا دلتا معناته رابع إشي. هو الأخير. أيوة. أوكي. وحل هو بمعظم بلدان العالم حل محل الألفا، التحور البريطاني اللي كان انتشاره. هل الدلتا لما بظهر الدلتا ينهي ألف؟ هو انتشار يصبح هو المسيطر وهو الذي يصيب أكثر وينتهي الفيروس الآخر لأنه انتشاره أسرع. فالأشخاص المستعدين للإصابة يصابوا بالأسرع والأكثر انتشارا اللي هو الدلتا، وبالتالي هو الدلتا. نعم. عمليا حتى في بريطانيا الألفا لم يعد يسبب حالات كثيرة. نعم. وفي معظم دول العالم المسيطر عنا تقريبا 100% من الحالات هي دلتا. بس الألفا والبيتا ساهم في تأخير يعني انتهاء الجائحة ظهوره. لو لم يظهر كانت توقعات أنه بشهر 6 و7 كان بيبلش مرحلة ما بعد الوباء بدول مثل بريطانيا وأمريكا بسبب المطعوم، لكن نعم. ظهور الدلتا ويعني قل يعني انتشاره السريع جدا نعم. مدد مدة الجائحة فظلت الجائحة مستمرة. تتوقع متى بتتوقع؟ هناك توقعات بأن يعني لا مش استئصالا يبقى الفيروس، أن ندخل في مرحلة ما بعد الجهة أو الحياة الطبيعية ربما في الربيع القادم. هناك بعض التوقعات، وهذا يعتمد على حكم الناس. هلا كيف تنتهي الجائحة؟ نعم. الجائحة تنتهي بأنه لا تصبح الحالات على شكل موجات كبيرة. نعم. تصبح هناك عدد من الحالات موجود في المجتمع بشكل مستمر. نعم. وهذه الحالات يعني يعتاد عليها المجتمع وتصبح انتشار مستوطن، نسميها اندمك. احنا اسمه ايبيدميك، يصير اندمك، يصبح مستوطن. فكثير من الدول تعتقد انها في بداية مرحلة الاستيطان، لكن هذا يجب من الصعب اعلانه. نعم. صعب لانه بتخوف ظهور مثلا متحور جديد يبدأ من جديد. لذلك هذه القضايا يجب ان تأخذ يعني التسرع بهذا الموضوع ليس في اليوم 1028 إصابة. نعم. شو بيعني لك هذا الرقم؟ يعني هو 1028 ونسبة فحوصات غالبا بال3%. نعم. هذا هي المرحلة الأقل خطورة من مراحل الانتشار الوبائي. الانتشار الوبائي له 4 مراحل خطورة. نعم. إذا كان نسبة الفحوصات الإيجابية أقل من 5% وعدد الحالات أقل من 10 للـ100,000، 10 لكل 100,000. لكل 100,000. نعم. يعني بالأردن 1,000 للمليون، للعدد سكان الأردن. نعم. لأنه الأردن 10 ملايين وشوي، 10 نعم. ملايين نعم. إذا الموجودين على الأرض الأردنية. نعم. نعم. نأخذ ليس الجنسية، الموجودين نعم. على الأرض مقيمين. نعم. مقيمين. فنحن إذا كان العدد أقل من 10 لكل 100,000 والنسبة الفحوصات أقل من 5%، هذا يسمى المرحلة الواحد من خطورة، أقل خطورة، الزرقاء يعني أقل. نعم. نعم. عندما يزداد العدد ليصبح بين 10 ل50، يعني حاول حتى 5,000 للعشر ملايين تقريبا. نعم. والفحوص بين 5 و8% نسبة الفحوص الإيجابية، هاي المرحلة الثانية. نعم. ثم من 8 ل10% نسبة الفحوص الإيجابية، وعدد من 50 ل99 يعني 10,000. نعم. هاي المرحلة الثالثة من الخطورة، وأكثر من 10% وأكثر من 100 حالة ل100,000 يعني. نعم. أكثر من 10,000. نعم. للسكان العشر ملايين عندنا. نعم. هذا المرحلة الرابعة. فمر 4 مراحل خطورة انتشار وبائي. نحن في الأدنى. كم مرة
احنا وين وصلنا في الجزء؟ وصلنا للعاشرة، وصلنا لمرحلة انتشار كبيرة، و 20% كان نسبة الفحوص الإيجابية، فكانت مرحلة خطيرة في مرتين، في شهر 10 و11 الموجة الأولى، وفي الموجة الثانية استمرت شباط وآذار ونيسان. يعني هذه بتلك الفترة كنا في مرحلة الرابعة، أخطر مراحل انتشار الوبائي. معليك، احنا في بداية ظهور الجائحة عمدت الدولة إلى الحكومة إلى اتخاذ قرار صعب كان عليها، اللي هو هذا الإغلاق والحظر. الآن عم ننظر إحنا بعين فاحصة إلى إجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة. الآن عندما ننظر إلى الوراء، هل كيف ترون هذه الإجراءات؟ هلا يعني هو في نوع هم يسموه الحكمة بأثر رجعي. يعني إحنا بنمارس الحكمة بأثر رجعي. أنا منذ بداية الجائحة كنت أقول الإغلاق ليس له مبرر. الإغلاق لا يمنع الانتشار، يؤجله، وإحنا أغلقنا فترة طويلة. يعني لم يعني كان الإغلاق يعني مش كامل ربما، لكن إغلاق على الأقل من 17/3 إلى ما بعد عيد الفطر إذا تذكر. كان في إغلاق، وبعدين تعطيل المدارس والجامعات، إغلاق المساجد، الكنائس، الحفلات، الاحتفالات كلها أغلقت. هذا إغلاق. هذا هو النموذج الصيني الذي تعاملت معه الصين في بداية الجائحة، ومعظم دول العالم طبقته. وهذا لأنه المرض لم يكن معروفا بشكل كبير، وأنه كيف سيتصرف الفيروس. ربما يكون مبررا في ذلك الحين والسبب الخوف، ولكن في أحيان كثيرة التصرف بخوف بهلع لا يكون مجدي ولا يكون التصرف صحيح. فبدأنا نفتح البعض يعني بشكل يعني بسيط، حذر بشكل حذر. نعم. في شهر 6 استمر طبعا لشهر 8 حينما حدثت مشكلة معبر جابر. وتسربت حالات إلى المدن الأردنية بدءا بالرمثة ثم باقي الأردن، وبدأ الوباء ينتشر، فانتشر بشكل مجتمعي. هناك صار عندنا مرحلة انتشار مجتمعي. ما قبل ذلك كان كل حالات مستوردة، لم نكن دخلنا مرحلة الانتشار المجتمعي، كانت كل حالات مستوردة. معروف من أين أتت، دخل الأردن مع شخص مسافر، وكان يحجر الشخص إما في مؤسسة أو يحجر في البيت أو يعزل في المستشفى. المجتمعي، الانتشار المجتمعي اللي بصير يصعب معه تعمله تريسينج، تحديد المصدر. اكزاكتلي بالضبط. تحديد المصدر يصعب، صعب جدا، لا يستطيع. والحالات لا تكتشف كل الحالات، هذا حتى لو عملنا اللي بسموه كونتاكت تريسينج، يعني تقصي الحالات والفحوصات، تستطيع اكتشاف يعني حسب فاعلية النظام الصحي تكتشف حالات، لكن تبين كل دول العالم ما يكتشف هو جزء بسيط من الحالات الحقيقية المتعددة. لأن الفيروس خاصة في بداية الانتشار الوبائي، الفيروس يعني بكثير من المصابين لا يسبب أعراض، لا يسبب مرض، لم يكن يشعروا بأي شيء، ولكن فحصهم كان يفحصوا ويطلعوا بوزيتيف، إيجابي الفحص. لكن لم يكنوا يشكوا خاصة صغار السن من أي أعراض، فهو كان أكثر أعراضه بالكبار، وحتى لو فيات كانت أكثر بالكبار. وبالتالي انتشر انتشارا مجتمعيا كبيرا في تلك الفترة، خاصة إذا تذكر كان عندنا الانتخابات. صحيح. التجمعات الانتخابية. صحيح. اللي وصل عنا الحالات 40,000 بالأسبوع، وطبعا احنا تجاوزنا، وصلنا 56,000 بالموجة الثانية. نعم. و 56,000 أسبوعين غالبا هي مئات الألاف، مش 56,000، لأنه معروف أنه لا نصل لكل الحالات. ولم يكن دلتا موجود، كان بذلك الوقت المتحور البريطاني ألفا موجود، لأنه دلتا دخل الأردن في بداية أيار اكتشفنا. دكتور، الآن يعني أنت تتحدث عن حكمة بأثر رجعي. إحنا الحكمة تتطلب منا الآن أن نصل إلى الدروس المستفادة منها. ما هي أهم الدروس المستفادة من تجربتنا الأردنية؟ يعني قياسا لما حدث في دول أخرى. نعم، هو إذا بتأخذ كتب الأوبئة، في هناك ما يسمى الاستعداد للأوبئة. الأوبئة ليست جديدة بالإنسانية، بتاريخ الإنسانية. صحيح. الإنسانية عانت من أوبئة بأمراض مختلفة، سواء فيروسية أو جرثومية، بدءا بالطاعون وانتهاء بالإنفلونزا والأخيرا كورونا والفيروسات كلها. هناك استعدادات يجب أن تكون متوفرة، لكن يجب أن تكون خطة كيف تتصرف إذا ما حدث الوباء، خاصة
إنه معظم علماء العالم ومؤتمرات عديدة عقدت كانت تحذر من أننا على أبواب جائحة ستحدث. التصرف هذا التوقع مبني على السلوك الإنساني، فيه هناك مفهوم اسمه صحة واحدة. صحة واحدة، الإنسان يعيش في محيط فيه حيوانات، فيه تغيرات مناخية، فيه أمور تخص التغذية، فيه جراثيم موجودة، فيه فيروسات، فهذا النوع من التفاعل يؤدي إلى تعرض البشر إلى تلك العوامل الممرضة. نعم. خاصة إذا ما أخذنا النشاطات البشرية على شكل مثلا فتح الطرق، شق الطرق في الغابات، وهذا بأمريكا الجنوبية نشأ عنه فيروسات مميتة. نعم. حمى نزفية مثلا. نعم. والذين يذهبوا إلى الغابات مثلا الصيادين، البارك رينجرز، قد يصابوا بأمراض وينقلوها للمجتمع. نعم. التماس المباشر في بعض الريف خاصة بالصين مع الحيوانات، يعني يعيشوا في منطقة في نفس الدار أو نسميها الحوش. نعم. طيب. مع خيل وخنازير وبط وجاج، وهذه كلها لديها فيروسات ويصاب الإنسان. معظم الأوبئة التي حدثت، أوبئة الإنفلونزا التي نعم. جمعها هوبستر وحدثت إصابة البشر، بدأت في الصين وانتقلت في الصين وانتقلت من الصين إلى روسيا ثم إلى باقي دول العالم. معظمها بدأت هكذا، معظم الأوبئة التي درست، لأن طبيعة الحياة والتماس المباشر مع الحيوانات يؤدي إلى التعرض لفيروسات موجودة للحيوانات، وخاصة إذا كان هناك في نفس الوقت الإنسان أو الحيوان مصاب بفيروس ويتعرض لفيروس أخرى، تنتج فيروس جديد. هذا النوع من التمازج ينتج فيروس جديد، الإنفلونزا بنحكي، وقد يحدث شيء شبيه بالنسبة للكورونا، فينتج فيروس لم يكن معروف لدى البشر وبالتالي يحدث وينتشر مرض. كورونا لم يكن معروف لدى البشر، كورونا الحالي. نعم. وبالتالي أصاب وانتشر كالنار في الهشيم. لماذا؟ نعم. لأنه ليس لدينا خبرة فيه ولا مناعة ضده. تتوقع دكتور هل هناك يعني تدخل بشري؟ سنتحدث عن أصله. نعم. على حالي. نعم. لكن فذلك من هذا المنطلق يعني جميع الناس، العلماء والهيئات الطبية كانت تتوقع، وحتى بيل جيتس كما نعم. كانوا يتوقع حدوث أوبئة وباء، كان يجب أن نستعد له، والاستعداد له في دروس، في أمور تعملها، يعني في خطوات يجب أن تتخذ، يعني تعزز أنت النظام الصحي، تحضر نفسك من حيث الأوبئة، من حيث الأدوية، من حيث المستشفيات، تدريب الكوادر وما إلى ذلك، بحيث تتصرف مع هذا الوباء. اللجوء للإغلاق لم يكن بالإنفلونزا، الإنفلونزا لم يكن ينفع الإغلاق بالعالم، والإغلاق لم ينفع، أغلقت دول العالم حدودها. هل منعنا انتشار الكورونا؟ لا. الكورونا حاليا يعتقد أن الإصابات تجاوزت المليار، رغم أنه المسجل حوالي 230 مليون. نعم. بس يعتقد أنه تجاوزت المليار. الإغلاقات التي استمرت لأشهر، وبعض الدول لا زالت مغلقة مثل أستراليا ونيوزيلندا، وهناك احتجاجات شديدة عند شعوبها على الإغلاق، قد تؤجل لكنها لم تمنع انتشار الفيروس. نعم. الحل هو مثلا تحضر بالتطعيم، هذا أسلوب يعني للسيطرة على الانتشار الوبائي، التطعيم والأساليب الوقائية اللي هي التباعد الاجتماعي، التنظافة الشخصية، ارتداء الكمامة، هذه أساليب أكثر نجاعة من الإغلاق في منع انتشار الفيروس. فيعني هناك هذا درس لنستفيد منه، درس للعالم، وأنا متأكد أن العالم سيتعامل مع أوبئة قادمة بطريقة مختلفة، ولن تنتهي الأوبئة، سيحدث وباء. نعم. لا نعرف متى، ولكن الأوبئة ستستمر. فهذا المفهوم الذي أشرت إليه، الصحة واحد One Health، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار البيئة المحيط بما فيها الإنسان والحيوان، لأنه في ثلاث عناصر، حيوان. نعم. وإنسان، مختلف الحيوانات، الإنسان والبيئة التي. نعم. نعيش فيها، فالجفاف والتغير المناخي وإزالة الغابات كلها عوامل مهمة، التغذية، كل هذه عوامل مهمة في حدوث الأوبئة. هلا بالنسبة لأصل كورونا، كورونا بعد يعني منظمة الصحة العالمية أرسلت وفد كبير إلى الصين، وكان يعني الصين تعاونت، لم يكن التعاون بشكل كما يجب، لكن توصلوا إلى أنه الفيروس ليس من صناعة بشرية ولم يكن
تسربا من المختبر. هذا الفرضية استبعدت، قالوا نعم. يعني قالوا هذا مستبعد. الأمر الثاني اللي هو انتقال من حيوان بشكل مباشر. هذا الحيوان فحصت عديد الحيوانات لم يستطيعوا عزل الفيروس اللي بيصيبنا حاليا من هذا الحيوان، لم يثبت، لم تستطع إثباته، لكن هو الاحتمال الكبير أن يكون انتشار من حيوان. الانتشار من حيوان إما مباشرة من الحيوان الإنسان أو عبر حيوان وسيط، وهذا اللي بيرجحوه. المرجح أن هناك حيوان وسيط، في حيوان اسمه آكل النمل الحرشفي، إنه هذا انتقل من الخفاش إلى آكل النمل الحرشفي ثم الإنسان، وهو هذا يتهم سوق الحيوانات الحية في الصين، في ووهان. نعم. في الصين، لكن في حالات لم تكن لها علاقة بسوق الحيوانات وأصيبت. وأيضا لم يكن الفيروس أول حالة اكتشفت بشهر 12، لا، الحالات يعتقد أنه بلش في شهر 9 أو قبل، يعني 2019 قبل أن تعلن الصين عنه، وهناك تأخير، وهذا معروف. الصين تأخرت في السارس اللي صار بال 2002-2003. بدأ السارس في غواندونغ، مقاطعة غواندونغ، بشهر نوفمبر، شهر 11 2002، ولم تتحدث عنه أي جهة صينية صحية إلى أن ظهرت جريدة محلية في بكين بشهر 5/2، بعد 3 أشهر تقريبا، 5/2، ونشرت أنه في مرض تنفسي يصيب الناس وانتشر في غواندونغ، ثم انتشر بعدها إلى هونغ كونغ وكندا وأمريكا والعالم. ولحسن الحظ أنه انتهى، لا نعرف هل انت كيف اختفى. صار يعني قضية عليها علامة استفهام، هل هو استوصل، هل هو موجود في الحيوانات؟ إنما الحالات بين البشر انتهت ب 2003 تقريبا بشهر 7، بعد إصابة حوالي 8000 حالة. فالمرجح أنه انتقل عبر حيوان وسيط. وهناك أمر غريب وجدوا دراسات الوفد المنظمة الصحة العالمية، وجدوا أنه كثير من المواد اللي كانت تصدر، خاصة المجمدة، ولا كانت ملوثة، كان في 72 عينة ملوثة، وجدوا الفيروس في عينات موجود فيها. فهل هذا كان له دور كبير؟ هلأ الفيروس اللي موجود بالخفاش مقارنة بالفيروس الموجود بالإنسان، يعني اللي هو الأقرب للكورونا تبعنا، نعم نعم، نسبة التشابه 96.2%، أكثر احتمالاً يعني. يعني هو الأكثر. نعم. احتمال طبعاً. نعم. السارس بعيد أكثر. نعم. 82%، وبعد فيه فيروسات 50% التشابه. نعم. لكن هذا التشابه الأكبر هو بين الفيروس الموجود في الخفاش وفيروس الكورونا اللي يصيب الإنسان. لكن هذا الفرق، لنأخذ الفرق بدل. نعم. التشابه اللي هو 3.8%، حتى يحدث بحاجة إلى 20 سنة فما أكثر. فبالتالي هناك من يثير، هل هذا انتقل زمان إلى الآكل النمل الحرشفي وأخذ فترة من الوقت حتى تكيف وأصبح ينتشر بين البشر؟ لأنه الانتشار بين الناس ليس سهلا، يعني مش قضية سهلة إنه فيروس من الحيوانات يتأقلم فورا وينتشر الإنسان. نعم. ربما يكون بحاجة إلى وقت حتى يتحور ويتكيف ويستطيع إصابة الإنسان. معناته يعني هل هذه إعلان براءة للصين مثلا؟ لا لا، الصين في يعني هناك طلبات من منظمة الصحة العالمية ومن علماء باستقصاء أكثر، بحاجة للنظر حتى نظرية أنه تسرب من المختبر، لأنه وهان فيها معهد للفيروسات، يعني مش وبيشتغلوا على الكورونا فيروس، لكن لم يصب شخص، كان لو نصيب ناس لكان اكتشف ذلك استبعد. لكن هناك كان طلب لمزيد من الدراسة ومزيد من الأبحاث، ولم يتم ذلك. اللقاحات دكتور التي المطاعيم، نعم، في عنا مشهور فايزر، أسترازينيكا، والصيني، والروسي وموديرنا، وفي جونسون أند جونسون، هذول 7 أجيزوا. هلا تمت إجازة اللقاحات بدون شك بسرعة، لكن يعني في عوامل ساعدت في ذلك. التقنيات التي استخدمت في إنتاج المطاعيم كانت مستخدمة لأهداف أخرى، وبالتالي كان سهل استخدامها لإنتاج مطعوم ضد الكورونا.
نعم. كانت مستخدمة لإنتاج مطاعيم للسرطان على سبيل المثال، المسنجر أرني وحتى الدي إن إي كان مستخدم لإنتاج محاولات وليست تقنية جديدة يعني، وطورت ولكنها في هذا المجال طوروها لإنتاج لقاح للفيروس. وحقيقة اللقاح اللي منتجه موديرنا وفايزر فيه تقنية يعني عبقرية يعني. نعم. هم غيروا عدلوا بالآر إن إي بحيث إنه الجسم يتقبله. الآر إن إي إذا داخل الآر إن إي العادي بتحقق الجسم يدمر الجسم، لكن هم عدلوا تعديل ببعض الحمض النووي في تم تعديله، وحتى عدلوا غيروا بروتين بحيث يصبح يعني يسبب مناعة، يعطي مناعة أكثر من البروتين الفيروس نفسه. فهذه التقنية طورت بمدة قصيرة صحيح بسبب أنه تراكم العلم، بسبب أنه نعم موجود نعم، وأجيزت بشكل طارئ لحاجة البشرية لهذا نعم المطعوم. لكن حاليا هذا المطعوم أجيز بشكل دائم، لم يعد إجازة طارئة يعني. المطعوم الفايزر نعم أجيز بشكل ويعتبر أنه 100% صار مطعوم عادي، أجيز بشكل من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أجيز بشكل نهائي. المطاعيم الأخرى والمطاعيم أسترازينيكا ودول ما بعرف لسه لم يجازوا، يجيز الفايزر موديرنا هاي التقنية وجيزت بشكل كامل. وهم بدأوا حتى بأمريكا أسترازينيكا، ببريطانيا أسترازينيكا وفايزر أعطوه قبل ما يجاز بالولايات المتحدة في مواجهة بسبب الحاجة. فأنا أعتقد أن المطاعيم هي يعني إنجاز بشر رائع. كل ما يشاع بخطورة المطاعيم وليس له أي أساس من الصحة، المطاعيم هي السبيل الوحيد للسيطرة على الجائحة والانتقال للحياة الطبيعية. لن تنهي الفيروس، المطاعيم لن تقضي على الفيروس. أولا لأنه المطعوم يعني لا يمنع الإصابة 100%، يعني نكون واضحين، لا يمنع الإصابة 100%، قد يصاب الشخص، ولا تمنع الانتقال 100%، قد يكون شخص مطعم ينقل لغيره المرض، هذا موجود. فبالتالي هو لن، لكن السيطرة على الفيروس ومنع ظهور متحورات جديدة لن يتم إلا باستخدام المطاعيم. نحن بحاجة إلى نشر المطاعيم واستخدام بشكل كبير. وحاليا كان الأطفال دون 18 لا يطعموا، الآن أجيز ل 12-17، وقبل يومين أجيز من 5-11. حاليا المطعوم فايزر يمكن إعطائه من 5 سنين فما فوق. بالتالي هذا يسمح بتطعيم أكبر فئة من المجتمع، يعني إذا نتحدث عن كل من هو فوق 5 سنوات يمكن أن يأخذ المطعوم. أنت مع التطعيم؟ أنا مع، لأنه هو السبيل الوحيد لخفض الانتشار الوبائي، للسيطرة عليه، ولندخل في المرحلة الثانية اللي بعد الانتشار الوبائي اللي هي استيطان الفيروس وأنه نتعايش معه. السؤال، لا سبيل إلا التعايش مع الفيروس. السؤال المطروح سيدي الآن هو اللي أخذ مطاعيم غير فايزر، والحديث عن مطعوم مدعم معزز لتعزيز، ما رأيك بهذا؟ هلأ المطاعيم، إذا بنحكي عن المطاعيم بنحكي عن فعالية المطاعيم، لنتحدث عن المطاعيم واستخدامها في العالم. نعم. هناك عدم عدالة، هناك نوع من الخلل في توزيع المطاعيم. دول الفقيرة لم تطعم أكثر من 5% من سكانها، الدول الغنية حقيقة بسبب أن المطاعيم أنتجت فيها استفادت من هذه وتصرفت بشكل ربما يكون غير مقبول وغير عادل وغير إنساني نعم. فيعني احتكرت المطاعيم في الفترة. دول مثل كندا حجزت مطاعيم أكثر من عدد سكانها بكثير. دول كثيرة استطاعت بعلاقاتها، منها إسرائيل نعم، استطاعت بعلاقاتها مع الشركات أن يعني تحجز كميات كبيرة، في حين أن دول بأفريقيا لم تطعم عدد كبير. يعني حاليا اليوم ما تم تطعيمه أقل من 30% من سكان العالم. يعني إذا بنحكي عن 5 بليون جرعة نعم من يعني أعطيت 5 بليون أو مليار نعم جرعة، نقسمه على 2 بيطلع 2.5 نعم مليار مواطن طعم من 7 و8 بالعشرة من 8 نعم. فنحن والسبب أنه دول كثيرة من دول العالم لم تستطع أن تطعم، حتى الهند اللي هي تنتج مطاعيم لم تطعم نسبة كبيرة من سكانها. بالتالي الدول التي أنتجت المطاعيم استفادت من ذلك، لكن هذا فيه قصر نظر.
يعني عدا عن نترك جانب القضية الإنسانية والعدالة في قصر نظر، لأن بقاء هذه الدول، بقاء شعوب هذه الدول بدون حماية بالمطعوم يؤهب لظهور متحورات، وقد يظهر متحور يقلب الطاولة رأسا على عقب ويضعنا في نعود إلى بداية الطعم من الدول الغنية سيصاب، سيصاب إذا المتحور جديد ومختلف ويقاوم المطاعيم، لأنه قد ينتج متحور، قد يظهر متحور مقاوم المطاعيم. كثير من المتحورات تقاوم لكن لا زالت المطعوم يؤثر عليها، لكن مش مثل أول 100% التأثير. وبالتالي الدول الغنية هي التي يجب أن تسهل وصول المطاعيم لتلك الدول حتى لا يصلها فينا مصلحة، لها مصلحة بالذات. ويمكن هذا الأمريكا هلا هي اليوم أعلن أنه بدهم يوفروا مليار جرعة على الدول العالم الثالث. إحنا كم نسبة الذين أخذوا المطعوم؟ إحنا اللي أخذوا المطعوم في حوالي 4 مليون جرعة واحدة، 3.5 مليون جرعة جرعتين، يعني في عندنا 500,000 ما أخذوا الجرعة الثانية تقريبا، يعني هذا قبل يومين. إحنا قريب من 35% نسبة. النسبة هاي نسبة 3.5 و4 مليون، يعني شو الأعمار بدها تكون لغاية الآن اللي طعموا أكثر شيء فوق 18؟ فوق 18، فوق 18 اللي طعموا. يعني للأسف إحنا في عندنا فئات، يعني أعد سؤالك سوري إحنا إنه هل الجرعة المدعمة بدأت؟ الجرعة المدعمة الشركات المنتجة تقول أنها مهمة وتعطي مناعة أكثر، أكيد الجرعة جرعة مدعمة مطعوم أكيد تفيد، لكن هل نعطي جرعة مدعمة لناس طعموا ونترك ناس لم يطعموا نهائيا؟ هذا السؤال. هناك فئات من اللي نأخذ الأردن في المجتمع الأردن، هناك فئات لم تطعم حتى اللي فوق 60 حيث المرض خطير لديهم، نسبة كبيرة لم يتلقوا المطعوم، وبالتالي هؤلاء بحاجة أنهم يطعموا. الأطفال تحت 18 بين 5 و18 قد يطعموا، وهذا يزيد من نسبة المناعة المجتمعية. هناك أناس في المجتمع الأردني وفي باقي المجتمعات ضد المطاعم بسبب نظرية ماذا تقول لهم سيدي؟ هذا خلل، هم خطر ليس على أنفسهم فقط، خطر على المجتمع، إنه إذا لم يطعموا هم سيعرضوا الإصابة ويستمر الفيروس بالانتشار، استمراره مد فترة أطول يؤهب لحضور لإنتاج متحورات أو ظهور متحورات قد تكون خطيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا فيه نوع من المقامرة بحياتهم وحياة أقربائهم وحياة مجتمعهم، وبالتالي يجب على كل الناس خاصة المطاعم متوفرة موجودة، ولا يعني يسجل الأردن يسجل اليوم بكرة بثاني يوم بيطلع له دور. وبالتالي يجب أن يبادروا لتطعيم أنفسهم. هناك فئات في المجتمع للأسف الشديد وبعضها بادعاء ثقافة ومثقفين يحاربوا المطاعيم بشكل غير مبرر وغير مفهوم. قبل يومين كنا في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في زيارة لمركز الأمن وإدارة الأزمات، واطلعنا على هذا الصرح العظيم اللي يعكس إرادة الدولة الأردنية وصلابة هذا البلد المبارك. يعني ما سمعناه من خليط أزمة كورونا شيء صحيح يدعو إلى الفخر والاعتزاز. من جانب آخر يعني تحركت أجهزة الصحة بتوجيه طبعا من مركز إدارة الأزمات إلى الأطراف إلى بعض القرى، صح. وكانت تذهب هذه الفرق المتحركة وكانت ترجع، يعني ما حدا يقبل للأسف. شو الطريقة يعني هو يعني بين الحديث عن حريتي أنا ما بديش أطعم وبين التزامي وواجبي ضمن المجتمع. هو في جهات وأطراف وخارجية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك والميديا كلها، في ناس يعملوا ليل نهار لمحاربة المطاعم، في ناس لا يؤمنوا بالمطاعم. لكن أنا بعتقد أنه دور الإعلام، دور المدارس، دور الجامعات، دور مثل حضرتك أبونا ومساجد الكنائس يجب أن توعي الناس. يعني نحن لم ننجح في هذا بشكل كبير، هذا تعتبر نسبة قليلة، 35% من الناس طعموا، يعني يجب أن تكون نسبة أكبر بكثير، خاصة أن المطاعيم
متوفرة. هذا يعني لحسن الحظ انه احنا وحسن الحظ حاليا انه احنا عندنا نسبة مناعة كبير، نسبة ناس اللي اصابوا كثير، ولذلك لم ينتشر الفيروس بشكل هائل حاليا، وتوقف انتشاره بشكل كبير او قلت الحالات. لكن حتى نحول دون انتشاره وحتى نأمن في المستقبل يجب ان يتم تطعيم عدد اكبر بكثير مما تم حاليا. هذا متوقع، كان 30-35% متوقعين، وهناك دراسات نشرت انه نسبة قبول المطعوم لا تتعدى 30-35%. للأسف الشديد العالم تغلبوا على ذلك، مثلا في دول مثل حتى في امريكا، في اوروبا، في المقاومة للمطاعيم موجودة، بسموها فاكسين هيستنسي، تردد تجاه المطاعيم موجودة، والعالم يحاول. ونحن انا استغرب انه بوجود يعني حالات الإصابة الشديدة اللي شفناها بعيوننا، وجود الوفيات، انه يظل هناك من يدعو الى عدم التطعيم. يعني الرقم اللي سمعناه انه 75% من الوفيات اكثر، يعني 75% من الوفيات هم من الاشخاص الذين لم ياخذوا مطاعيم، او 80% اكثر. هم لا يوجد حالات على الجهاز التنفسي الاصطناعي او في الاي سي يو مطعمين. التطعيم يحمي من الاصابه الشديده، ما في يحمي من الاصابه الشديده. المطعوم لا يحمي من الاصابه، يعني ممكن شخص الطعام ينصاب، نعم، لكن غالبا 80% بيمنعوا من يفوت المستشفى. يعني 80% من الناس اللي بالمستشفى دخلوا هذول مش مطعمين. يعني بنحكي، لكن اذا بنروح على الاي سي يو، على العناية الحثيثي وعلى جهاز التنفس الاصطناعي، هذول جميعهم غير مطعمين، لا يوجد بينهم مطعم. يعني المطعوم اذا لم يمنع الإصابة فهو يمنع من دخول المستشفى والوفاة للعناية الحثيثية وجهاز التنفس الاصطناعي. وهذا بالعالم، مش ليس في الأردن فقط. يعني المطعوم يحميك على الأقل من الإصابة الشديدة، يحميك من دخول المستشفى. سيد، احنا في الأردن كان في عنا بالأول يعني هذا التردد، وكان قرار لم يكن قرار سهل، يعني على الدولة أنها تقول في حظر وإغلاق كل شيء والمدارس ودور العبادة إلى آخره. هذا وأثر على الاقتصاد، وأكيد كان خيار يعني شو اسمه مجبرين عليه. السؤال إنه بعدها أنشئت مستشفيات ميدانية. هذه المستشفيات الميدانية إنجاز، أليست إنجازا؟ نعم هي إنجاز. إيش دور المستشفيات الميدانية في منع يعني تفاقم الأعراض، وكيف بتحد من الدخول إلى حالة الآي سي يو؟ المستشفيات الميدانية كانت إنجاز مهم لأنها استوعبت حالات الكورونا المعالجة. إحنا في بداية الوباء الحالات اللي ما كان عندها أعراض كنا ندخل على المستشفيات، نعزل بالمستشفيات، وهذا مكلف ولا داعي له. الشخص اللي ما عنده أعراض وما بحاجة للمستشفى لازم يظل بالبيت. في بداية كنا ندخل جميع المستشفيات، أغلقنا المستشفيات أمام المرضى الآخرين، وهذا كان خطير. هناك مرضى قلب، هناك مرضى سكر، هناك مرضى سرطان، بحاجة مرجع، عيادات أغلقت، مراكز صحية أغلقت. التطعيم، برنامج التطعيم الوطني توقف، برنامج البصمة الوراثية توقف، الأمومة والطفولة توقفت، مراجعة الحوامل والأمومة والطفولة كلها توقفت. هذا كان ضار جدا، وبالتالي كان يجب أن تستمر المراكز الصحية في العمل بشكل عادي، حتى لأنه في اعتقاد حاليا بأوروبا وأمريكا أن نسبة الوفيات من السرطان ستزداد، لأنه لم يكتشفوها مبكرا بسبب الإغلاق. هم كان لديهم إغلاق، هذا حاليا بدأوا يدركوا ذلك. فهناك الإغلاق له تأثير ضار على الصحة. وجود مستشفيات ميدانية خصصت للكورونا بخفف الضغط على المرافق الأخرى. نحن في الأردن لدينا حوالي قبل المستشفيات الميدانية حوالي 14,000 سرير، وهذا يعني 14 سرير لكل 1,000، وهو قليل نسبيا. يعني في دول مثل اليابان لديها عدد هائل، 100 سرير لل 10,000 شخص. يعني لا يكفي الناس، للناس 14، يعني بنحكي 14,000 سرير ل 10 ملايين، بيطلع 14 ل 1,000 يعني. نعم صح، هذا قليل. ف
بذلك الوقت لم يكن لدينا أسرة كافية، لو لا سمح الله زادت الحالات. كنت نقول قبل اللقاء أنه هل كان النظام الصحي الأردني مهدد من الخطر؟ يعني إذا بنحكي عن المستشفيات دون استخدام أماكن أخرى وتحويلها لغايات استقبال المرضى مثل المساجد والكنائس والمدارس قد تستخدم، بدونها كانت المستشفيات لن تستوعب، بالتالي ستضطر إلى استخدام أخرى. وبالتالي إحنا كان يعني أن يعني نحن بحاجة إلى أسرة، بحاجة إلى بناء مستشفيات، لم تبنى مستشفيات منذ فترة طويلة. المستشفيات المدنية كانت إنجاز وخففت الضغط على المستشفيات العاملة الكبيرة. الآن بعد 18 شهر من مواجهة لهذه الجائحة، شو رأيك بالنظام الصحي الأردني؟ النظام الصحي الأردني يعني كان من أحسن الأنظمة الصحية حقيقة. نعم. هذا لا جدال عليه، وإحنا كنا إذا بنحكي بالنسبة للوسط العربي متميزين، لكن باقي دول العالم العربي تقدمت كثيرا ونحن بقينا مكانه. وهذا شبيه بالتعليم أيضا، التعليم عنا كان في بداية القرن الماضي أو بمنتصف بالستينات والسبعينات كان كنا ربما الأول، بعد أن كنا قبل الأخير اليمن كانت فقط بعدنا، وصلنا المركز الأول في الثمانينات في التعليم في الوطن العربي. حاليا تراجعنا لأنه إحنا وقفنا مكاننا وتقدمت باقي دول العالم. نفس الأمر حدث في القطاع الصحي، يعني ربما يكون إحنا الكفاءات الأردنية الصحية شغلت معظم طبعاً دول المنطقة. نحن يعني أنا زراعة أعضاء بدأت في السبعينات، زراعة قلب بالثمانين، عنا يعني إنجازات مثل مستشفيات المدينة الطبية، المستشفيات الجامعية متميزة. هلا حاليا يعني يبدو أننا بدأنا نعاني من الترهل، في هناك مشكلة، والمشكلة بعضهم يقول إدارية وبعضهم يقول مالية. أنا بعتقد هي مجمل هذه الأمور معا يعني. أما الكفاءات موجودة، الكفاءات موجودة، والكفاءات للأسف تهاجر، للأسف تهاجر. والقطاع الخاص لدينا من أفضل الأطباء في العالم، يعني في أمريكا نسبة عدد الأطباء الأردنيين بالآلاف ومتميزين بكل مكان هم فيه. نعم. ولكن يعني بعض مستشفياتنا للأسف، وما نشاهده حاليا من أخطاء طبية حدثت للأسف وأودت بحياة بعض المرضى، هذا يعني لم نكن نشاهده وبحاجة إلى مراجعة. ولذلك جلالة الملك اجتمع بالأمس مع المسؤولين عن القطاع الصحي وتحدث حول هذا الموضوع، لأنه بحاجة إلى أن نراجع نظامنا الصحي، نحن نراجع إلى تطوير، بحاجة إلى تطوير إداري، نحن بحاجة إلى دراسة وضع الكوادر الصحية للأطباء. لا يجوز أن يكون يعني هناك نقص بالشكل ما قيل عن كوادرنا الصحية. يبدو أن هناك مشكلة بحاجة إلى دراسة وتحليل ووضع الحلول. سيدي بتحس مرات أنه إحنا يعني نمارس جلد الذات؟ وهذا يعني إحنا بحاجة أن نعترف بالحقيقة عندما تحدث قضايا يعني تنبه للخطر، يعني وفيات لا يجوز أن تحدث، يعني في هذا بالقرن الثالث الألفية الثالثة لا يجوز أن يموت مريض من حالة مثل زايد الدودي، التهاب الزايد الدودي، أو مرض أو حالة ولادة أو حال رحمة الله عليه. هذه حالات إذا حدثت هي منبه خطر، إشارة يعني ريد فلاج، يعني تؤشر إلى أمر أنه في خلل، هناك خلل يجب أن نعالجه. إذا حسب ما قال مدير المستشفى البشير أنه في ممرضة واحد ل 19 طفل بالخداج، هذا غير مقبول. بالتالي نحن إذا كان هناك نقص بالكوادر، نقص بالتدريب، نقص في، يجب أن نعمل على تلافي ذلك. نحن كنا في وضع متميز ويبدو أننا بحاجة إلى أن نعمل كثير حتى نستعيد مستوانا. اللي صار خلال 18 شهر، أحد الأيام كان رقم اللي وصلت إله أعداد الذين تلقوا المطعوم 111 ألف. نعم. مش إنجاز؟ إنجاز. إحنا بدأنا بالأيام الأولى بدأنا مئات، وصار الوصول لألاف كان صعب. وأنا كنت وقلت أنه النظام الصحي الأردني قادر على تطعيم 100,000 يوميا، وكنا ندعو لذلك في شهر 2 أكثر من مكان.
إنه نحن بحاجة إلى أن نطعم أعداد كبيرة في خلال فترة قصيرة حتى نسبق الفيروس. يعني يجب أن نطعم العدد الأكبر حتى لا يصل الفيروس. أذكر ذلك. طيب وبالتالي يعني كنت أدعو إنه نحن قادرين 100,000 وهو ما تحقق. إذا طعمنا 100,000 يومياً يعني إحنا ممكن نطعم 6 ملايين بشهرين يعني. فنحن الرقم الذي وضع في بداية شهر 7 كان طعمه 3 ملايين ثم 4.5 ملايين بداية 9 يعني لم نستطع تحقيقه. هناك عوامل كثيرة، بعض الأحيان كان توفر المطاعيم ولكن الإقبال هي المشكلة الأكثر. يعني عدم الإقبال الكافي من الناس، لم ننجح في حث الناس بما فيه الكفاية على يعني تلقي المطعوم. احنا سمعنا خلال الزيارة اللي ذكرت انه المطاعيم هذه يظن البعض بانها معونات للاردن، ولكن يبدو انها شراء. مدفوعه ثمن شراء. شراء 27 دولار كانه يعني بتختلف في بعض المطعوم الصيني في فتره يمكن الاردن دفعت 35 دولار للجرعه. في ناس بفكروا انه الصيني يعني ارخص نوع ومجاني. لا هو دوله الامارات العربيه المتحده يعني تبرعت بعدد قليل يمكن 250 الف جرعه من بدايه لانه بعد الدراسه التي جرت، لكن باقي المطاعيم وما فيها المطعوم الساينوفارم اللي هو الصين الاماراتي شراء. في هناك كثيرين يظنون الارخص هو استرازينيكا لانه الشركه قررت الا تربح، فهو يباع بسعر رخيص وهو مطعوم طبعا جيد، ولكن يعني أثير يعني حوله. هل 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 تعتقد انه اذا عرفوا اذا عرف من يرفض ان ياخذ المطعوم، اذا عرف انه هذا مش مجاني وانه هذا مدفوع الثمن ومن هو نظريه المؤامره والاعتقاد بان المطاعيم خطره والمطاعيم لها اثار على الخصوب ولها اثار على المدى البعيد والسرطان وما يشاع من يعني خزعبلات، يعني المفروض نحارب هذه الإشاعات، وهذا يعني اللي يجب أن يؤدي إلى زيادة الإقبال على المطاعيم. إيش في ما هي الملامح الإيجابية اللي شفتها معاليك في 18 شهر الماضية عنا في يعني أنا كنت أنت دائما إيجابي موجود. ودائما دائما أنا كنت موجود. يعني تجربة الأردن في الشفافية مع الناس، العدد العينات، زيادة القدرة على التعامل مع الأزمات بشكل كبير، زيادة طاقة الاستيعابية الفحوصات. أنت قلت عن 100,000 طعموا، إحنا في يوم كنا وصلنا 55,000 فحص باليوم، وهذا رقم كبير بالنسبة للأردن. فحص. رقم كبير، فحص 55,000 فحص يوميا PCR. نعم. هذا رقم كبير حاليا. نعم. الفحوصات بحدود 30,000. نعم. فحوصات، يعني القدرة على انه الشراء وتوفير المستلزمات الكامله. يعني في جلاله الملك وفر ببدايه الوباء فحوصات من تايوان بعد. نعم. طائره خاصه. نعم. ايضا شراء اجهزه التنفس الصناعي، جلالته. نعم. كمان عمل على تامين تلك الاجهزه حتى تكون مستعده لاستقبال المرضى. هلا في قضايا مثلا الاردن تنسيق الجهود اللي انت اشرت لها، يمكن يعني فريدة هاي، ولأول مرة يستخدم مركز الأمن وإدارة الأزمات لتنسيق الجهود. تنسيق الجهود في مركز واحد يعني أدار. صحيح. أدار هذا أداء جانب رفيع. إيجابي هذا جانب كان إيجابي جدا بإدارة الأزمة، يعني أن تكون الأزمة مناطة بجهة لا أن تكون عدة أطراف تقوم فيها. هذه كلها يعني ظواهر إيجابية بالتعامل مع الوباء. الاستجابة الشعبية، الناس، قبول الناس حتى بالإغلاق ودخول، إذا بتذكر ببداية تدخل الجيش وأغلق انضباطية كامل انضباطية. نعم. يعني والقدرة على تحريك أجهزة الدولة كانت يعني خاصة الجيش والأمن. نعم. في رغم أنه لأسباب قد لا نوافق عليها، لكن هي كتمارين يعني بيّنت أن الدولة قادرة. نعم. صحيح. على أن تكون يعني تقوم بعمل منسق ومتقن. صحيح انه معاليك يعني خلال زياره مركز الامن واداره الازمات كما ذكرت قبل قليل انه تستعيد انت هيك في حاله ثقة. الفرح وهذه الثقه الموجوده يعني. وفعلا مركز اداره الازمات كان له دور في تخفيف الازمه مش بس اداره، واجهها ويعني صحيح كان من حيث
القرارات الحاسمة من حيث الاجتماعات، من حيث الخبرات، من حيث حتى الإعلام أديرت بهذا، هذا يعني يسجل أداء رفيعا. نعم سيدي، قبل أن ننهي شو ماذا تقول لمحبيك في هذا الوطن ولمشاهدي نور سات الأردن؟ يعني ما هي رسالتك؟ أنا أحييك وأحييهم. الله يخليك سيدي، الله يطول عمرك. يعني وهذا أنا شرف كبير لي أن أكون معك في هذا اللقاء. أنا أقول أن الأوبئة أمر طبيعي، يجب أن نتصرف بحكمة وروية بدون هلع، يجب أن نأخذ المبادرة ونطعم أحبتنا، أهلنا، أطفالنا للوقاية من هذا المرض. الأوبئة لن تنتهي، ستستمر، وبالتالي يجب أن نتوقع وجود أوبئة، وهذا يحتم علينا الاستعداد لها. سنتعايش مع الوباء، لابد من التعايش مع الفيروس هذا، سنتعايش معه. نحن من نقرر أن بالنهاية المجتمع سيقرر أن هذا الفيروس بقي وسيبقى معنا ونعيش حياتنا الطبيعية. ضروري أخذ الاحتياطات اللازمة، ضروري أخذ الإجراءات الوقائية، لكن الحياة يجب أن تستمر من تعليم واقتصاد وصحة ومجتمع، ويعني كل أوجه الحياة يجب أن تستمر بشكل طبيعي. بالتالي أنا يعني أعتقد هذه الحياة، وهذا يعني هذا جزء من الحياة، الأوبئة والأمراض جزء من الحياة، وهذه الصعوبات جزء من طبيعة، والشعوب تتعلم من تجاربها. صحيح. بعد مش بيقولوا المؤمنون أشد بلوى، مش هيك؟ صحيح. سيدي، يعني ما نراه في هذا الوطن، رغم إنه نقص أكسجين هنا في مستشفى، يعني حالات، هذه الحالات التي نرفض ونستهجن التقصير فيها. لأنه الإنسان هو الأثمن والأغلى. صحيح. والذي يستحق الكرامة في حياته وفي مرضه. صحيح. والمعافاة يعني مطلوب كلنا أن نكون سببا للمعافاة وللتعافي. احنا يبقى إيماننا بهذا الوطن وبالعقلية الأردنية وبالعبقرية الأردنية التي أنجزت في هذا الوطن، نرى ذلك، وثقتنا لا يمكن أن تجعلنا يعني نتساهل مع الأخطاء اللي بتصير. نترحم على كل من رحلوا عنا بسبب كورونا، ونجدد حبنا لهذا الوطن، قيادة هذا الوطن. وأنا لا أتوقف عن أن أثني بكل فخر على دور الأطباء الأردنيين اللي هم كانوا خلف جيشنا، كانوا جيش أبيض، يستحقوا. أنا لا أتحدث عن تقصير في إدارة هنا أو في مؤسسة أو تقصير إذا كان وزير، ولكن نحن ندرك أن الإنسان الأردني وأن الطبيب الأردني يبقى دائما في المقدمة، خاصة في هذا الوطن. فتحية لقائدنا اللي وجه واللي أسس مركز إدارة الأزمات، وهي إدارة الأزمات كانت فكرة جلالة الملك، جلالة القائد الأعلى، وهذا الأداء الرفيع اللي دخل إلى مواجهة كورونا. في هذا المساء أحبتنا، نحن لا نمل من الحديث مع معالي أستاذنا، أستاذ المناعة والفيروسات في كلية الطب في الجامعة الأردنية، عن هذا الموضوع الطبي الأكاديمي البحت. ولكن الحديث الذي نسمعه من معاليه كان حديثا مطمئنا، حديثا واقعيا، وحديثا يبعث على الثقة في إيماننا بأنفسنا، وإيماننا بعد الله، وإيماننا بقدرات هذا الوطن. نتمنى للجميع العافية والسلامة، أجدد معكم الشكر لضيفي. شكرا معاليك على تشريفك يا سيدي. شكرا لك، بورك فيك، ونتمنى أن نلتقيك بعد أن ننهي هذه الكورونا إن شاء الله. أحبتنا، شكرا لكم للمتابعة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. دمتم بعافية وصحة،
وسلامة، تصبحون على خير.